قوانين الطبيعة ما فيهاش استثناء، كل أنثى يجب أن يمسسها ذكر حتى تنجب. هذه قوانين الطبيعة مش أنا قايل. وبالتالي هل يوجد استثناء؟ بمنطق الدين يوجد استثناء اللي هي مريم، حالة فريدة في كل التاريخ وفي كل البشر بمنطق الدين، بمنطق الإسلام. هيمنة التفكير الديني اللا عقلاني على الأقل منذ 1000 سنة، منذ أن سد باب الاجتهاد إلى الآن ونحن نتقهقر، نحن كعرب وكمسلمين. أوروبا مرت بهذه المرحلة واستمرت أيضا 1000 سنة منذ أن وقع غلق أكاديمية أفلاطون سنة 529 ميلادي إلى 1666، وهو تاريخ تأسيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم، حيث وقع إزاحة هيمنة فكر الكنسي والفكر اللاعقلاني على الفكر البشري في الغرب، فحدثت النهضة وحدثت الحداثة وحدثت الثورة العلمية والسياسية والديمقراطية إلى آخره. نعم. وحدث كل التطور المعاصر، ونحن مدينون لهم، مدينون للغرب بهذا التقدم الذي حصل. نعم. وفي النهاية توجوا ذلك بفصل الأمور الدينية عن أمور السياسة والثقافة والعلم والتربية. نعم. إلى آخره. نعم. ولذلك هم تقدموا ونحن ما زلنا نتقهقر. نعم. بسبب هذا التفكير الذي يستمر. قلت لك 60 تفسير يكرر، كل تفسير مثل الآخر. نعم. يختلف فقط في القوالب اللغوية وفي أشياء بسيطة. نعم. نعم. مثل ما يقع عندنا احنا توظيف الدين. نعم. سياسيا من أجل الهيمنة على هذا الشعب والإبقاء على التأخر، وهو عندنا 10 سنين ونحن نعاني ونكابد بفعل توظيف الإسلام كلعبة سياسية. يعني صارت عندنا مقاولات، أحزاب مقاولة في ميدان الدين وتوظيفة ضد التقدم وللقضاء على الدولة الوطنية. نعم. وجاءنا الإرهاب في 10 سنوات الأخيرة باسم الإسلام طبعا وباسم القداسة. نعم. لأن رجال الدين همهم أن يمنعوا كل الحريات المتصلة باحترام الكرامة الإنسانية، هم مختصون في التكفير وليس أكثر من ذلك. نحن نحتاج إلى الصدمة علميا كيف نحتاج إلى الصدمة، وهكذا الشعوب لم تتقدم إلا بالصدمات. طاهر الحداد لما تكلم على أشياء بسيطة أبسط مما تكلمت عليها كفروه. الشابي لما كتب قصائد شعر جميلة بأسلوب غير معتاد كفروه. نحن حصلت عندنا قبل 10 سنوات ثورة، ولكن وقع انتكست بماذا؟ بالطرح وبالتضليل باسم الدين. مش عمل لوثر مارتن. نعم. لوثر مارتن. نعم. كانت الكنيسة تحتكر ورجال الكنيسة يحتكروا التفسير الديني ويمنعون ترجمة الأناجيل والتوراة البيبل الكتاب المقدس إلى أي لغة، يجب أن يكون باللاتينية. نعم. ماذا فعله؟ ترجمه إلى الألمانية وقال أنه ليس للكنيسة أن تدخل في معتقدات الناس، ويجب على المسيحي أن ينهي مباشرة وبلغته الكتاب المقدس ويفهمه كما يشاء. نعم. ويفسره كما يشاء. نعم. لذلك أحدثت البروتستانتينية الثورة في 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 ألمانيا، وكانت حتى ويبر يقول أسست لظهور الرأسمالية، للنمو الرأسمالي وما تبعه النمو الرأسمالي. نحن يحتكر رجال الدين التقليديون والرجعيون التفاسير ويضللون، وهم يجهلون اللغات الحية ويجهلون الأنثروبولوجيا ويجهلون علوم الطبيعة، ودائما يلوكون نفس الكلام بنفس المنطق كما لو كنا ما زلنا نعيش في عصر قريش، في قبيلة قريش وبعقلية وبثقافة قبيلة قريش. يا سيدي الفقهاء حرموا الطباعة، حرموا استعمال المطبعة، حرموا طباعة القرآن في العصر العثماني وهكذا، واستمرت بالمخطوطة. ولكن هذه جرائمهم. لكن تقدم والفقه الجديد استوعب هذه المسائل. أصبحنا نترجم. هل يجب كل تقدمنا فتح. تقدمنا دون التشكيك في الأسس. هل يجب أصبحنا نطبع القرآن ونترجم القرآن؟ هل يجب كل فتوى خاطئة نضيع فيها 3 قرون كما ترى طباعة القرآن 3 قرون؟ القهوة تحرمها، القهوة فيها تحريم،
كل شيء حرموه، نستمر 3-4 قرون لين بعد يجي واحد يجتهد ويقول أين نتجاوزه، أين نتجاوزه ما يسلش. وهكذا هو تاريخ تحريم، تاريخ تكفير، تاريخ منع التقدم، تاريخ منع الحريات على البشر. الدول التي تقدمت والشعوب التي تقدمت انتفضت ضد هذا المنطق الأحادي اللا عقلاني واللا علمي. ليترك نترك مسألة الإيمان للأفراد كما يشاؤون، الإيمان الديني، لكن لا يجب رهن الاقتصاد والعلوم والتربية والطب والثقافة والأدب إلى آخره إلى المعايير الدينية. لا تقدمية ولا رجعية، ومن بالقراءة العلمية لكل النصوص دون استثناء، مقدسة وغير مقدسة. أنا أدافع عن المنهج العلمي الذي هو واحد، سواء كان في إسرائيل أو في تونس أو في أمريكا. هذا لا يمنع أن نحترم كل المتدينين بكل الديانات مهما كانت في حياتهم الخاصة، لكن في المدرسة وفي العلم وفي الثقافة، نعم، يجب استخدام المعايير العلمية والمنهجية.